بين زيارة الرئيس التركي وقبلها زيارة آكان فيدان، وحتى تهديدات خوص آكاري ويشهر أغلو، هاي تهديدات يعني نفذت على أرض الواقع بأنهم سيأتون سيرا على أقدام إلى طبعا هم لا يقولون إقليم كردستان، يعني لحد الآن هم لا يعترفون بكلمة اسمها كردستان، إنما أنا أقول هم يقولون شمال العراق، ولكن أنا أقول إلى إقليم كردستان. نفذوا هذا المخطط الذي يريد يبنون 30 إلى 40 كيلومتر حرب شريط حدودي وحزام أمني وبناء قواعد أكثر في منطقة سيدكان ومنطقة ميرقسور ومنطقة قواكرك حتى قريب بالقرب إلى مناطق شيلادزي ومناطق قرى أميدي. أتذكر يا أكو بعض النقاط المهمة يجب إحنا أن نتداولها. أولا الأوراق التركية أكبر وأقوى من الأوراق العراقية، نحن لدينا أوراق زين. كحجم التجارة اللي 22 مليار هذا صحيح، ولكن إذا نخلي أوراقنا ونشوف الأوراق التركية مع الأسف الشديد نشوف الأوراق التركية هي أقوى.